في إطار دعم الفعاليات الثقافية، تنظم مبادرة ابني أديبا إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عرضا لمسرحية فلوسك إيه حول التنمية المستدامة على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. ويأتي هذا العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشأ. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، حدثنا عن تفاصيل هذه المبادرة. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل أنا الآن متواجد داخل دار الأوبرا المصرية وتحديدا مركز الهناجر، حيث تقام هذه المسرحية وهذه الورشة، ورشة ابني أديبا. هذه الورشة برعاية وتنسيق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تهدف في الأساس إلى بناء جيل مثقف وواعي. هذا لبناء هذا الجيل يحتاج إلى التدريب منذ صغر السن، لذلك تم جمع الأطفال الموهوبين الذين لهم يعني أمنية في أن يعرضوا مواهبهم المختلفة من التمثيل والثقافة بشكل عام، وتم جمع هؤلاء الأطفال من 5 سنوات حتى 15 عاما ليشاركوا في هذه المسرحية عن طريق تدريب استمر لمدة 4 أشهر أو 4 أشهر ونص. هذه المدة قام بها هؤلاء الأطفال بالتفكير في فكرة لعرض مسرحية معينة، وكانت هذه المرة خاصة بالتنمية المستدامة. ثم بعد ذلك تم وضع الأفكار، وبعد ذلك تم تنسيق السيناريو الخاص بالمسرحية، كتابة المسرحية بشكل كام بإشراف كبير من التنسيقية وبعض الفنانين، ومن أهمهم بالطبع المخرج خالد جلال، وبإشراف أيضا من دار الأوبرا المصرية. تم ترتيب كل هذه الأمور سويا ليخرجوا اليوم بنتاج هذا التدريب الذي استمر 4 أشهر بهذه المسرحية. هذه المسرحية التي تعتبر الخطوة الأولى لهذه المبادرة، التي سيتم بعد ذلك إنتاج من بعدها أجيال أخرى. حسب المشرفين حول هذه المسرحية وهذه المبادرة، تهدف في الأساس إلى بناء جيل قوي فنيا ثقافيا يستطيع أن يناقش القضايا المجتمعية المختلفة بهدف الوصول لحلول عن طريق الفن، لأن الفن هو من يبني المجتمعات، وهو أيضا من يزرع الذوق العام والأخلاق بشكل عام. حسب القائمين حول هذه المبادرة، أيضا المبادرة أيضا تستهدف مسرحيات وفعاليات فنية تهدف للتوعية الثقافية، لا تعتمد فقط ترفيهية فقط، ولكن ترفيهية ثقافية. على سبيل المثال اليوم كانت تتحدث عن التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتعامل مع جميع الملفات، سواء ملفات المياه، ملفات التغيرات المناخية، ملفات الصناعة، ملفات الزراعة وغيرها أيضا من الملفات. وخلال لقائي أيضا مع الأطفال الذين شاركوا، كل منهم له هدف خاص، منهم من يسعى للوصول لحلمه عن طريق التمثيل، ومنهم من يسعى لفكرة زيادة التدريب والتأهيل لفكرة مواجهة الجمهور والتعامل مع الأعداد الكبيرة من المسرح، ومنهم أيضا من يسعى لفكر ثقافي وتوعية وتنمية ثقافية. كانت اليوم موجودة هنا في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إلى مسرح الهناجر بدار دار الأوبرا المصرية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ايه ده، هي مش المسرحية هنا؟